السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الخبير العطري. وبالمناسبه تحيه خالصه لكل المشاهدين اينما كانوا في بقاع الارض. اليوم حديثنا عن انف العطري الجديد في تلك السلسله التي بداتها الاسبوع الماضي حول الانوف العطريه التي يجب عليك ان تعرفها. انفنا فرنسي لهذا اليوم كما هو في الحلقه السابقه، وهو سليل اسره تعمل في هذا المجال. ولد في مدينة غراس سنة 1974، ومدينة غراس هي قطب الراحة في عالم العطور. كان يريد أن يصبح عازف بيانو، لكن الأقدار شاءت أن يصل إلى تلك المرحلة التي يتأكد فيها ويتيقن أنه لا يصلح لهذا المجال، لذلك قام بتغيير ما يريد أن يصير في المستقبل، فالتحق بتلك الدار العالمية التي تصنع وتستخرج المواد الأولية، وهي IFF International Fragrances أو and Flavors. عمل بها 16 سنة، صار فيها ذا خبرة في هذا المجال، وفي هذه المدة قام بصنع عطور لا زالت تعتبر لليوم أيقونات لعدة الدور سوف نتعرف عليها إن شاء الله. حتى لا أطيل عليكم، عطرينا لهذا اليوم أو أنفنا هو أوليفييه بوش الفرنسي، ابن عطرجي دار شانيل جاك بوج. مشكلة مع أوليفييه بوج هو أنه لم يتخذ نمطا محددا، إذ أن عطوراته لا يمكن نقدها كما هو الحال مع عطريين آخرين، فبعضهم مثلا دائما ما تجد في عطوراته العنبر أو الياسمين روجا مثلا، او تجد دائما ما يعمل بالعنبر مثلا او نوطه الخوخ، او خذ على سبيل المثال عطورات فرانسيس كوركجيان او غيره من العطريين، تجد انه دائما ما يترك ذلك التوقيع العطري. عطريون لهذا اليوم لا يفعل ذلك، بل كل مره يصنع فيها عطرا يحاول ان يبدا من جديد، كما انه موسيقار يصنع سيمفونيه جديده لا تماثل غيره. نعم، من الذي كان له الفضل في جعله بهذه كما نقول الميزة؟ إنه العطري الذي تتلمذ على يديه مدة سنتين، كريستوفر شيلدريك. كريستوفر شيلدريك هذا يعمل أيضا في مجال البحث والتطوير في دار شانيل التي التحق بها في 2013، وعمل معه سنتين تحت جناحه. كريستوفر شيلدريك معروف أنه صنع عدة أيقونات، منها أمبر سلطان وأغابي لدار سيرج ليدانس بالمناسبة، فعرفه على مجال العطور وعرفه على هذا العالم بطريقة جديدة، فجعلته فدمغه بطابع الشغف وبطابع التجربة وحب الاطلاع، مما جعل مساره عند التحاقه بدار شانيل مخالفا لمساره عندما كان يعمل في شركة IFF. ثم بعد سنتين أو بعد 3 سنوات عفوا، تقاعد والده من دار شانيل وصار هو الأنف العطري الوحيد لهذه الدار أو الرئيسي، ما يجعله في تحدي مستمر، إذ كيف تفوق والدك إذا كان والدك أسطورة بمعنى الكلمة. نتحدث الآن عن بعض العطور التي أسسها أو التي قام بصنعها. عمل مع عدة عطور، مع عدة دار عطور، كان له الفضل في الإتيان إلى الوجود بهذه التحفة أو هذه الأعجوبة التي سنفقدها بعد أيام، وهي ديوب أوم، هو المؤسس الأول لها، هو الذي جعل تلك النوطة، نوطة السوسن التي تعتبر نوطة نسائية في عالم العطور، وقام بتوليف عطر رجالي كلاسيكي بهذه النوطة، كما أضاف إليها نوطة الكاكاو، وأيضا هو الذي قام بصنع أو بابتكار النسخة الأولى لعطر ديوب أوم أنترونس، كما أنه قام بصنع أو بابتكار هذا العطر العظيم الرجالي الذي هو سبايس بومب بالمناسبة.
كما أن العطر النسائي فلاور بومب له أيضا. أيضا العطر الكلاسيكي جدا وهو دوان، نسخة أودو تواليت ونسخة الأودو بارفان التي أملكها، لا أتوفر على نسخة الأودو تواليت. بقي عطر آخر وهو عطر فالنتينو ووم، حيث قام بصنع عطرين لهذه الدار فالنتينو ووم والنسخة السوداء التي أتت بعدها. ما يميزه هو أنه حين يقوم بتوليف العطور النسائية تظن أنه عطر متخصص في العطور النسائية. على سبيل المثال خذ تصميماته النسائية عنده لدار ديور بويزن بيور، عنده لافيبيل العطر النسائي الأكثر استعمالا واستخداما، وهو عطر لم يكن له فضل ابتكاره لوحده بل شارك أنفين آخرين سنتعرف عليهما إن شاء الله في مناسبة أخرى. أيضا ألف أو أسس بهذا المعنى ألف عطرين جد رائعين لدار شانيل حين التحق بها، وهما كوكو مادموزيل انتنس، نسخة انتنس التي فقدتها، كنت أريد أن أصور هذا الفيديو البارحة لكنني كسرت الزجاجة فبالتالي لم أستطع أن أريكم إياها. بقي لي عطر واحد ألف قام بصياغته في السنة السابقة وهو عطر غابرييل لدار شانيل. بالمناسبة هذه الزجاجة ابتعتها للسيدة الوالدة، رغم أنها شبابية نوعا ما إلا أنها الوالدة تحبب هاته النقطات، لذلك فقد قمت بإهدائها إياها. أيضا قام بإعادة تأليف الرقم 5 والعطر النسائي الأشهر عبر التاريخ، حيث صنع منه نسخة نيميرو 5 لو، نسخة أقل كثافة بمكونات فريش، بمكونات غير حادة الطباع كما هو العطر الأصلي، ومناسبة للفتيات لا للنساء كما هي النسخة الحقيقية الأولى. صنع أيضا عطور المجموعة الخاصة، تلك المجموعة التي ليزيكسكلوزيف التي تعتبر أفخم ما تقدمه دار شانيل، وهما عطر بوي، عطر ميسيا، وعطر 1957. كما أن شانيل في السنة السابقة قدمت لنا مجموعة من العطور تعتبر عطور مناسبة خاصة، وهي عطور المدن باري بياريتس، باري فينيس أعتقد، وباري ريفيرا كان هو الذي صممها. أيضا من العطور التي قام بتأليفها لدار شانيل نسخة من عطر شونس، قام ب أعتقد أنها لو نسخة الماء أو كولونيا. ما يميز هذه إذا أخذنا مثلا هذه العطور الرجالية وقمنا بإيجاد النقطة التي تتكرر هنا بين هذه العطور الأربعة، لن نجد هنالك ما يقال. هنا تجد مثلا التبخ كلاعب أساسي وحمضية، هنا تجد السوسن والكوكو، هنا تجد القرفة، تجد أيضا التبخ هنا وارد، بينما هنا نقطة بعيدة نوعا ما عن العطور الأخرى، فلا يمكن أن تجد له نمطا محددا يتبعه في عطوراته. وأعتقد أن العطر الذي يعرفك أكثر عن هذا العطر أعتقد أنه بوي لشانيل. أيضا العطر الكلاسيكي ديور أوم، وأن تصل إلى المرحلة التي تستخدمك غيرلان لإنتاج عطر من عطوراتها في أفخم مجموعة تقدمها دار غيرلان وهي مجموعة لاغي لاماتير، فأعتقد أن هذا هو قمة ما يرجوه أنف عطري في تاريخه. فقد قام بتقديم نسخة كوير بيلوغا لدار غيرلان
وأعتقد أن هذا هو قمة الإبداع. هذه النسخة التي تقوم على الجلد وهي للجنسين، رغم أني أظن في اعتقادي الشخصي أنها رجالية، أعتقد أنها قمة ما قدم لنا ككنف. تاريخه حافل بالإنجازات وبالجوائز، حصل على جوائز عديدة، لا زال يحصد كثير من الجوائز، وقدم لنا عطورا تعطيك اليقين بأنه يستحق أن يخلف والده على دار منذ تأسيسها إلى اليوم لم يكن لها عبريون خاصون سوى أربعة، اثنان منهم من نفس العائلة وهما جاك بوش وأوليفيه بوش. أعتقد أن هذا كل ما يقال حول أوليفيه بوش لهذا اليوم. هل تملك في مجموعتك عطورا صممها هذا الأنف العطري؟ إن كان الجواب هو نعم، ما الذي جعلك تقتنيها؟ ما الذي يعجبك بها؟ ثم ما الذي تعرفه عن عطرينا لهذا اليوم؟ اتركوا لي تعليقاتكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة، وشكرا على متابعتكم لحلقتنا حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.